إلى جميع الطلاب الأحباء في كل مكان وزمان، الله يعطيكم ألف عافية. درس اليوم كمان عن الجمل المميز الحلو اللي الحقيقة بعتقد الشي 5 أو 6 فيديوز لحد هلا، يمكن هذا رقم 7. أنا عم حاول أعمل جمل اللي هي فعلا بتنقلكم من مكان في اللغة، مكان عادي كتير كتير وانت بتقدر تحكي، بتقدر توصل الفكرة، إلى مكان انك تفهم على أي شخص هو بنقول لهم native speakers، يعني الناس اللي خلقانين وربيانين، بلا نقول ان امريكا، كندا، استراليا، انجلند، اللي ما بيحكوا الا انجلش، عندهم جمل بيحكوها بطريقه حياه حلوه، مثل ما نحن عندنا هيك طريقه ايام نحكي، لو شخص عم يدرس اللغه يمكن ما يفهم علينا. هودي الجمل كثير حلوين يستعملوا، بتمنى انه كمان تأيدوهم، تسمعوهم مزبوط، تحفظوهم، او فيك اكيد تنقي من كل فيديو 3 4 5 جمل بالوقت الحالي وانت تحفظهم، لانه في جمل كثير كثير تستعمل بالحياه اليوميه. لنبتدي باول جمله. نمبر 1 هي: When will you come down out of the clouds? When will you come down out of the clouds? Okay. إذا مترجمها حرفيا، متى سوف أنت تنزل من الغيوم؟ يمكن في هلا أكيد في بعض التلاميذ عم بيحاولوا يحلوا شو المقصود. إيه المقصود؟ إذا أنت بالكلاودز بالغيوم، كلها حواليك كلاودز، ما حتشوف شيء. ما هيك صار الواحد يعني ما عم يقدر يشوف اللي هو بعد هالغيوم هيدي، اوكي؟ يعني معناتها انت منك عارف شو عم يصير. هيدي الجمله بيقول لك اياها لما بكون فعلا انت على ارض الواقع منك عارف شو عم يصير. بقى بنقول لك هالجمله: Hey, when will you come down out of the clouds؟ ايمتى رح تنزل من الغيوم على ارض الواقع وتعرف شو عم يصير؟ لانه انت معناتها منك عارف شو عم يصير، اوكي؟ نمبر 2: You never get an answer when you need one. You never get an answer when you need one. مثل نحن بالعامة بنقول، تعرف لما بدك جواب ما بتلاقي جواب، أوكي؟ بس إذا مالك عم تطلب جواب، الكل بيجاوب والكل بيتدخل، أوكي؟ بقى جملة حلوة بتقول: Hey, you never get an answer when you need one. أوكي؟ Number 3: The years have passed by quickly, it seems. هيدي بتلبق كتير للصورة، صورتي أنا شايب الشعرات وشايبة اللحية للدقن، أوكي؟ بقى كأني عم أقول السنوات قد مرت بسرعة كما يبدو. يعني بنقول بالعامة والله سنين العمر مضى بسرعة. The years have passed by quickly, it seems. Number 4: I was just trying to keep you up on your toes. Okay, ناقص كلمة you. إذا لاحظتوا، أوكي، أنا بكون عم بطبع هيك هربت من بين إيدي. Okay, I was just trying to keep you up on your toes. أنا فقط كنت عم حاول إني خليك على راس صابعك. شو المقصود عم كنت فقط يعني عم حرقصك، ما بدي اقول لك الحقيقه، ما بدي اقول لك شو عم يصير، وانت كمان كمان ليه هيك قل لي لك. اخر شيء بقول لك اوكي، طبعا بكون قلت لك شو عم يصير، بس من بعدها بقول لك hey, I was just trying to keep you up on your toes. اوكي، ويعني بمعنى كمان اوقات بتجي انه عم حاول خليك انت دائما على يقظه تامه، اليقظه. اوكي. نمبر 5: Well, I don't like rubbing elbows with the big honchos. هيدي لما حدا بيقول لك مشي عظمك، هلا كلهم النواب والوزراء والزعماء كلهم حيكونوا موجودين، بتقول له انت you know something, I don't like rubbing elbows with the big honchos. ما بحب انا حف كواعي مع هودي اللي مفكرين حالهم واو الناس الغير شكل الكبار. اوكي، لانه انت فعلا لما بكون المكان مكتظ بالناس بتبقى اكيد شايفينها هيدي صار معنا، بتفوت بتلاقيها عم يدق كواعك بالاشخاص الاخرين. بقى طلعت هي طلع هالكلام هالاكسبرشن او هنقول هالايديوم هيدا طلع من هالفكره هيدي، انه انت كل ما قد ما في ناس عم فايت لجوا عم تدق كواعك بهالناس هيدي. وبتقول له I don't like rubbing elbows with the big honchos. Okay. يعني ما بحب كون مع هودي هيك الغير شكل شايفين حالهم الكبار. Number 6: Are you sure I would be imposing? Are you sure I wouldn't be imposing? أنا كمان أنت معزوم، ولكن صديقك عم يقول لك مشي معي، وأكيد أنه أنت مقبول أنك تجي على العزيمة، ولكن أنت بما أنه الناس أصحاب العزيمة ما هني تواصلوا معك وعزموك، فعم تقول له انت اكيد انا ما بكون عم بفرض نفسي. impose يفرض نفسه الشخص. Number 7: There is a wave of insanity going through this place. في موجة من الجنون عم تمر بهالمكان.
يعني هيدي بتنقال اذا الجو كله الناس جنه وما حدا عم يعرف يتصرف صح، وكل واحد عم يحكي شيء، بتقول لهم hey, there's a wave of insanity going through this place. في موجه من الجنون عم تمر بهالمكان. Number 8. I just don't want you to get your hopes too high. I just don't want you to get your hopes too high. أنا فقط ما بدي إياك تتأمل كتير بالموضوع. بيكون في موضوع معين وعم يقول لك إنه مشان ما إذا لا سمح الله صار شيء وفشل هالموضوع أو ما نجحت الفكرة وما نجح هالشيء اللي أنت عم تعمله، بيكون أنا يعني قلت لك ما كتير تتأمل. هيدي مثل بالعامة، لك ما كتير تتأمل، انتبه. I just don't want you to get your hopes too high. Number 9. Are you on drugs or this is your natural moronic self? Are you on drugs or this is your natural moronic self? هيدي هيك حلوة بالمزح مع رفقاتك، بيكون عم يقول شيء ما له طبيعي، بتقول له شو انت على المخدرات يعني اخذ، ولا هيدي نفسك شخصيتك الهبلة الطبيعية كمان، يعني انت طبيعي هيك هبلة انت. اوكي. Number 10. I'll change my mind when hell freezes over. Okay. سوف أغير رأيي لما جهنم بتصير كلها جليد. هذا طبعا بحياته مش راح يصير. معناتها لما بكون انت مصر انه ما بدك تغير رأيك وعم يضغطوا عليك لتغير رأيك، بتقول لهم هالجملة. بتقول لهم hey, I'll change my mind when hell freezes over. يعني ما بقى حدا يحكي لي بالموضوع، مش راح أغير رأيي. Okay. لكن لاحظت جمل كتير حلوة. طبعا الناس بتستعملها بالحياة اليومية، هيدي جمل أنا سمعها مئات المرات بحياتي. Okay. But until I make another video, you guys, take care of yourselves, and I'll be talking to you real soon. Bye-bye for now.